طيب، عندي تصريحات هامة للدكتور محمد معيط وزير المالية. قال فيها ان تكلفة تمويل استيراد احتياجات الدولة يصل لنحو 8 مليارات دولار شهريا، مضيفا ان الحرب الروسية الاوكرانية اثرت على مصر، خاصة واننا نستورد القمح والزيوت من الدولتين وكذا السياحة الوافدة منهما، مؤكدا استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية نتيجة تداعيات الأزمة الراهنة الخارجة عن إرادتنا. وأكد معيط أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على المواطن، لا سيما وأننا أصبحنا نستورد كل شيء بسبب تآكل الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن زيادة دور القطاع الخاص يدعم مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن التحديات كانت صعبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية بعد 2014، خاصة في ظل غياب الكهرباء والغاز وضعف شبكة الطرق والكباري، مما دعا الدولة إلى العمل للتمهيد للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية والمشروعات، مؤكدا سعي الحكومة إلى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والتنمية. أنا وقفت عند رقم 8 مليار دولار شهرياً. شهرياً رقم كبير قوي يا أستاذ حسن. طبعاً، يعني صحيح أنا في أزمة اقتصادية بتواجه العالم، صحيح إحنا ملناش ذنب في هذه الأزمة، لكن 8 مليار دولار شهري ده رقم ضخم، رقم ضخم. وبعدين هو بعد ما قال 8 مليار دولار ده ابتدى يتكلم على القطاع الخاص. طب ازاي يقدر القطاع الخاص يلعب دور في المعادله دي؟ لا، شوف انا هقول لك حاجه. انت لو بصيت، طبعا عشان نكون امناء، رغم التحديات اللي بتواجه العالم وبتنعكس تداعياتها على الدوله المصريه، الا ان في الحقيقه الخطوات اللي خدتها مصر في إصلاح المسار الاقتصادي لعبت دور مهم جدا في مواجهة التحديات الحالية. احنا نجحنا، بس الشعب صبر وتحمل قسوة، لكن في النهاية نجحنا في تحقيق مسار الاقتصادي المناسب، أصبحنا بنمشي بخطة ثابتة. وده في الحقيقة لو بصيتي ان احنا نقدر نقول ان اقتصادنا ليس هش، لما اقتصادنا قوي، والدليل ان احنا نجحنا في تلقي الصدمات، سواء ما يتعلق بتداعيات كورونا او ما يتعلق بالحرب الاوكرانيه، واستطعنا ان احنا نوفر الغذاء، وحتى اذا لم نكن بنحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ان احنا اللي استيردنا من الغذاء قدرنا نغطيه بما نملك من احتياطي في العمله الصعبه. فنقدر نقول الغطاء المصري كويس جدا في تغطيه هذه الازمات. لكن في الحقيقه هو أشار لنقطة مهمة جدا، وهي الرقعة الزراعية. احنا لما بصيت الجانب المصري ماشي في عدة اتجاهات لتحقيق لمواجهة أزمة الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي. احنا النهارده في خطة لرفع الرقعة التمويلية، ودي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احنا لزيادة الأرض الزراعية بنحو 2 بالظبط مليون فدان إضافي. فدي رقم ضخم. وأيضا تشجيع المزارع المصري أدى إلى أن احنا نجحنا في الدولة، الفلاح المصري ورد أكبر كم ممكن من القمح للدولة المصرية، ده نتيجة الحافز اللي بيحصل عليه، وده في حقيقة ساعد الدولة المصرية في مواجهة أزمة القمح، وفي نفس الوقت في توفير بعض السلع. فإحنا عندنا المشروعات الجارية لتوسعة الرقعة الزراعية، سواء في مشروعات المستقبل أو مشروعات محور الضبعة وغيرها، أنا بعتقد أن اهتمام مصر بتوسعة أو زيادة الرقعة الزراعية لإنتاج المزيد من السلع الاستراتيجية، مع أيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة، أنا بعتقد أن ده كله بيساعد الاقتصاد المصري يكون اقتصاد أكثر متانة، ونحقق الاكتفاء الذاتي في لمواجهة أزمة الغذاء أيضا. لكن ده الدولة لا تستطيع أبدا أن تواجه كل هذا بمفردها، لابد من مشاركة القطاع الخاص. لا تستطيع أي دولة أو أي حكومة مهما كانت قوتها أن تواجه مشاكل المجتمع دون شراكة القطاع الخاص. وفي الحال الاتجاه اللي خدته الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في المشروعات القوميه الكبرى، النهارده معظم المشروعات القوميه الكبرى في مصر حتى اللي بيشرف عليها الجيش ديت
بتقوم بأيدي تابعة للقطاع الخاص، بيشارك في القطاع الخاص. لكن الأهم هو إعادة استغلال أصول المصرية سواء شركات أو أراضي عن طريق القطاع الخاص. ده مش بيع بقى، لا، لما نقول مثلا إيه، أن القطاع الخاص هيقدر يتدخل في إصلاح العديد من الشركات الكبرى اللي هي بتعاني من خسائر، إن إحنا إما بترفع استثماراتها، بتؤهل القوى العاملة في هذه الشركات، أيضا بتطور المعدات والأجهزة اللي فيها. ده كله بشراكة القطاع الخاص. إحنا بنبص بتلاقي مثلا على سبيل المثال في القطاع الإسكان أو قطاع النقل، في شراكة مهمة جدا للقطاع الخاص، والدولة بالحقيقة بتشجع القطاع الخاص، وعايزين نوصل إلى 65% من الاستثمارات تكون كلها قطاع خاص، سواء كان المصري والعربي أو الأجنبي. حضرتك ذكرت الإسكان والنقل، لكن لما بنيجي نتكلم على الصناعة كصناعات بقى ما بنلاقيش القطاع الخاص موجود بهذا الشكل. شوفي هقول لك حاجة، نتكلم بصراحة؟ طبعا نتكلم بصراحة. أنا ليا كتير من أصدقائي من رجال الأعمال، في الحقيقة الدولة بدأت في السنوات الأخيرة تهتم بتوطين الصناعات، خاصة صناعات السيارات والصناعات الحديثة وصناعة البتروكيماويات وغيرها. لكن في الحقيقة القطاع الخاص أو بمعنى أصح الاستثمار ما زال يحتاج إلى تشجيع فعلي، تشجيع مش بالكلام ولا بنية تشريعية فقط، وإنما بتيسير إجراء التراخيص ورخص مزاولة المهنة. رخص التشغيل دي مهمة جدا، إن أنا أشوف إيه، لأن زي ما قلت قبل كده قلنا الدولة عملت بنية تشريعية، ودي مهمة جدا، لأن في النهاية الرجل الأعمال أو المستثمر الأجنبي يهمه حاجتين مهمين جدا، إنه كيف يستثمر أمواله وهو آمن، وكيف بعد ما تنتهي مشروعاته وإذا أراد في أي وقت أن يخرج إن يشعر بأمان فيه، يعني يدخل آمن ويخرج آمنا باستثماراته أو بأمواله. النقطة اللي ناقصة هنا إيه التيسيرات اللي هقدمها للمستثمر من ناحية الأراضي؟ لابد إن أنا أدي تيسيرات أكثر من القائمة لتشجيع المستثمرين لبناء مصانع. هو المستثمر عايز إيه؟ أنا مش هقدر أروح في صحراء أستثمر دون أن تكون هناك مرافق، وده اللي بتتجه إليه الدولة، إنها بتوصل للمرافق للصحراء. إزاي أدي أرض فضاء لصغار المستثمرين وكبار المستثمرين؟ ما اكتفيش بكبار المستثمرين فقط، لأ، أنا عندي الكم الأكبر اللي بتعتمد عليه الصناعات الوطنية هو صغار المستثمرين مش الكبار فقط. دي القاعدة وده العمود الفقري لأي صناعة. عشان كده أيضا الدولة بتهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية. يعني المشكلة الأراضي، تخصيص الأراضي، تخصيص الأراضي مهم جدا، وأيضا إجراءات إصدار التراخيص، نعم، ده مهم جدا. أيضا أنا هقول لك حاجة بسيطة جدا، هنتكلم بصراحة، أنا تلقيت شكاوى من بعض رجال الأعمال إنه لما يجي يطور مشروعه، يعني مشروعه قائم عايز يطوره ويتوسع، بيجد صعوبات لا حصر لها. التشريعات موجودة، لكن المهم كيفية تطبيق هذه التشريعات لتسهيل الاستثمار وتشجيعه. طيب الكلام ده أعتقد لما بنبقى عارفين المشكلة ممكن نلاقي حلول أو قدام القيادة السياسية. فلو هنتكلم، القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمارات، وبتبذل جهد ضخم جدا في الداخل والخارج لجذب الاستثمارات، ولكن كيف أقنع المستثمر إنه هيدخل آمنا في استثماره ويخرج آمنا، ووفر له البنية التشريعية والبنية التحتية الملائمة. البنية التحتية دي مش أرض فقط، مرافق وتسهيلات وحاجات كتير قوي.